رح نقرا مع بعضنا اليوم من سفر التكوين. روح مع بعضنا لسفر التكوين الاصحاح الثاني. بدي احكي عن موضوع كثير عملي اليوم، لكن بغايه الاهميه بظن. الموضوع بدي احكي عنه ممكن يكون فرق بين الحياه او الموت، مش بالمعنى الروحي لكن بمعنى حياتنا الجسديه، هل قد مهم. والموضوع هو الاجهاد الستريس. انا حكيت عملت وعظه او اربع وعظات على الموضوع من فتره مش طويله، لكن شعرت انه لازم ارجع احكي عن الموضوع مره تانية. آفة العصر، مرض العصر. ما عم بحكي مرض بس بمعنى يعني وقت الواحد بيقول خي هالبرد مرض، او هل ما بعرف السيارة عندي مرض، لا مش بهذا المعنى. عم بحكي المعنى الحرفي. أسوأ مرض يقف وراء كثير من الأمراض، إذا ما أقول كل الأمراض، هو الإجهاد. الإجهاد وأي شيء بنعمله اللي بيزعجنا بموتنا هو بالتالي خطية. في خطايا بشعة سيئة، في خطايا ما بننتبه لها، خطايا مستترة بسميها الكتاب. لكن بالإصحاح الثاني بيقول، نقرأ مع بعضنا الآيات 1-3. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله. فرغ يعني خلص. فاستراح في اليوم السابع. مفهوم هذا الأمر إجا بالوصية الرابعة من الوصايا العشر، أذكر يوم السبت لتقدسه. فاستراح في اليوم السابع. شو الله بيتعب لحتى يستريح؟ شين الله استراح؟ بكفي يقول من جميع عمله الذي عمله. الله لما استراح معناته فرغ من عمله، خلص عمله، العمل بده يعمله خلصه بست ايام. ولما استراح يعني وقف اي نوع من الاعمال اللي عملها بالايام الستة اللي قبل. فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح. استراح ولا يتعب، لكن توقف. استراح، he took rest، he took a break، وقف عن انه يمارس جميع عمله الذي عمله. وبكفي الآية الثالثة كأنه بعيد نفس المفهوم، بقول وبارك الله اليوم السابع وقدسه. باركه وقدسه لأنه فيه، بعيد نفس الكلام، استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. توقف عن عمل الخلق. متى تستريح يا إنسان من جميع عملك وتفرغ من عملك ليوم قدس الله وبارك؟ استرس، الإجهاد، الضغط المستمر، الركض المستمر في حياتنا هو كسر لهذا المبدأ الذي أتى في تكوين، في نهاية الخلق، قبل الناموس، قبل الوصايا العشر، قبل الأمة اليهودية والإسرائيلية. أما يعطي أي وصية وقبل ما حتى يقول للإنسان يأكل أو لا يأكل من الشجرة، الله فرغ من العمل، من جميع عمله الذي عمله، وبارك هذا النهار وقدسه واستراح. مرتين يحكي عن الله أنه استراح. شو معنات أنه نستريح؟ هل تستريح؟ البعض منا منقول ويك أند، فبيجي الويك أند ونكون مشغولين أكثر من باقي أيام الأسبوع. إن كان بهذا المفهوم نهار السبت، اليوم في بعض المسيحيين يلي بيركزوا على أنه لا، السبت مثل السبتيين وغيرهم، السبت لازم نحافظ عليه مثل ما هو. وين إحنا مرت الجاي رح نشوف كيف نتعامل مع السبت. اليوم رح نشوف المشكلة، مرت الجاي نشوف الحل. البعض يقولوا لا، نحن نحفظ مفهوم يوم السبت لكن نقلناه وشفتت ونقلناه وموفت من السبت للأحد للمسيح قام.
في اليوم الأول، مثل البيوريتنز وغيرهم من الريفورمرز المصلحين اللي كانوا يقولوا لا نهار الأحد حتى ممنوع أنك تروح على مطعم كمؤمن، لأنك تروح على مطعم أنت عم تشغل الويتر عم تشغل الطباخ أنت ما بتعمل شيء. فنفس موضوع حفظ السبت يلي كان موجود يوم السبت بنعمله بس يوم الأحد، وأنا بظن اثنين غلطانين، لأنه في العهد الجديد ليس هناك ذكر لحفظ السبت ولا مرة ولا مرة. هي الآية الوحيدة أو الوصية الوحيدة من الوصايا العشر يلي لم تتكرر في العهد الجديد، ولا قال نهار الأحد بتحولوا لنهار سبت جديد. لكن يا أحبائي مفهوم الراحة في يوم معين مفهوم كتابي من التكوين إلى السماء. بعبرانيين أكثر مرة بيحكي عن يوم الراحة، بقيت راحة بقيت راحة، كان يحكي عن الراحة في المسيح والراحة في مواعيد المسيح وفي الأبدية مع المسيح. لكن اللي بدي أقوله مفهوم الراحة مهم. نحن بيجي نهار السبت لحش الجنينة ولشيل التلج ولتركيب التمبو ولتصليح للسيارة وتغيير دوليب السيارة وللطبخ للأحد، والأحد أوقات ما بنيجي على الاجتماع لأنه عاملين عزيمة بعد الاجتماع. وهون بدي أقول شيء، أنا إن شاء الله ما يكون حدا عامل هالشغل اليوم، وصل زمان ما سمعت عن حدا عامل هالشغل، بس بدي لكم شغلة أنا بالماضي قلتها. اكتشفت أنه أحيانا الناس كانوا يعزمون نهار الأحد بعد الاجتماع على الغداء، فالأخت ما تجي على الاجتماع لتحضر لي أكلي، كون أنا محضر لها أكلي روحية عم تحضر لي بالبيت أكلي من نوع تاني. فأنا قلت أنا ما بقى بروح على غداء بعد الاجتماع، خاصة إذا كانت الست أو الرجال أو جزء من العائلة ما بدهم يجوا. مش هناك إذا حدا بيعزمك على الغداء نهار الأحد اسأله سؤال، قل له أمتى رح تطبخ؟ أمتى رح تطبخي؟ إذا نهار الأحد من فضلك قل له ما بدي أكل، هيدا نهار للرب مش للطبخ. لكن بالنهاية بتخلص الويك أند وبعدنا هلكانين وبعدنا عم نركض وبعدنا تعبانين وعم نمرض. اليوم على الأقل هيدا ستاتستيك بأمريكا بيقولوا واحد من كل عشرة يعاني من مرض الضغط. مش عم أقول واحد شوية وقت نحن تعب النهار بقول أنا اليوم ستريست مضغوط، لا أنا عم نحكي عن حالي مرضية اسمه الضغط. واحد من عشرة، تعرف شو واحد من عشرة؟ إن إحنا اليوم إذا 250 واحد هون يعني في عندنا 25 مريض بيناتنا. حتى ما تفكر أنا بحكي عنك، أنا بحكي عن نفسي. أنا بوقت الأوقات لو ما هالموضوع بعيت له أنا اليوم كنت بكون يما منهارة أعصابي، يما عامل هارت أتاك، يما عامل جلطة، يما عامل لي الشغلة، لأنه ما كنت أعرف كيف أرتاح. صار لي 15 سنة ونص بالكنيسة تقريبا ولا مرة أخذت فيها فرصتي السنوية. نهار تنين بالمبدأ هو نهار فرصتي، بالمبدأ اجتماعات اللي جين بعملهم السبت التنين والتليفونات، فبالآخر بطل نهار راح. بس عكل حال عكل حال نهار التنين ما عم تزبط، لأن في كتير أمور يلي الأحد كاريت أون بحملها لنهار التنين. بس بدي أقولكم رح عين بيوم أيام نهار للراحة قبل ما يجي المسيح في الحكم الألفي. بس وبدي أقولكم بهذا النهار ما حدا يبعث لي تكست مسج، ما حدا يبعث لي إيميل لحتى أقدر أكمل معكم 10-15 سنة تانيين. سوات ما بنفهم هيدي الشغلة، ما بنفهم هيدي الشغلة. اليوم نهار راحته للأسيس بلكي بيجي بيعمل نجي لعنده بيجي لعنده بنعمل له هيك بسيط، ما هي كلها إيميل. ليش أنا شو بشتغل كل جمعة غير الإيميل والتكست مسج والزيارات؟ ما هيدي شغلة. واللي بنطبق علي بنطبق عليكم، ما تمرض وما تموت. لأن بدي لكم شغلة، لما أنت بتبلش تكتشف أنك أنت stressed out it is too late. لما بتكتشف أنك أنت مضغوط يعني أنت تأخرت، لأن التراكم حصل والدمج لأعصابك وللجسم وللسيستم تبعك كله حصل. too late مش معناتها ما بتطلع منها، بس بدك سنة وسنتين وثلاث لتطلع منها. عم بحكيكم عن شغلة، بتمنى إذا حدا حاس حاله حياته مضغوطة روح عمل شوية ريسيرش. في كتابين جبتهم معي فيكن تشترون، بالحقيقة اشتريتهم مستعملين، فيكن أكتر من ويب سايت حكوني بعدين بقلكن. مثلا هيدا اشتريته بدولار و97 سنت وهيدا أغلى شوي، بس مثلا هيدا اسمه The Anxiety Cure. You can find emotional tranquility and wholeness. هيدا دكتور بيعلم بجامعة مؤمن،
وهذا اسمه أدرينالين أند ستريس. أي إنسان حاز حاله مضغوط روح هذا الكتاب، هذا البايبل للضغط. ما تمرضوا، ويمكن أنت مضغوط ومش عارف حالك وهذا الأبشع. هناك من يقول أنه يوجد good stress and bad stress، يوجد ضغط جيد وضغط سيء. خليني أجاوبكم على السؤال. صح، هناك ضغط جيد وضغط سيء، لكن اثنينهم بيودوا لنفس المطرح وضررهم هو ذاته. ما تغش حالك، وعبس حاله مضغوط لأنه عليه هموم وعليه مشاكل وعليه ديون، بس فلان الله مباركه ومبسوط بحياته وببيته وبيركض على الشغل. إذا هذا بيركض قدك وما بينام قدك وبيتعب قدك، اثنينكم رح توصل لنفس النتيجة. أنت رح توصل لنتيجة، أنت ودبل تعيس، تعيس بالسبب وبالنتيجة، هو رح يوصل لنتيجة وان تعيس، مبسوط بالسبب تعيس بالنتيجة، بس اثنينهم بوصلوا نفس المطرح. واحد حمله على ظهره 70 كيلو حجار، واحد حمله 70 كيلو ألماز، اثنينهم رح يوجعوا ظهرهم ويوقعوا. واحد من تقل الألماز، واحد من تقل الحجار أو الزبل أو مرته، مهم 70 كيلو بيعملوا نفس النتيجة، نفس النتيجة إذا حملهم باستمرار على ظهرك. عم نركض عم نركض عم نركض، عايشين بعالم يلي فيه يمجد الركض ويمجد الإنجاز، ودائما لازم تعربش على رؤوس الآخرين وفوق الآخرين تطلع، وعلامتك لازم تكون أكتر. ويمكن نحن أكتر من غيرنا شوية كشعب عربي، من فلان اشتغل وتعب وعمل بيت، فلان خيو عمل بناية يعني 4 طوابق، يعني أحسن منه 4 مرات. بدك تجيب علامة أعلى 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 أعلى. طيب يا بابا جبت لك 90، كم واحد جابوا أكثر من 90؟ 3. ليه أنت من 3 مش من 3 الأول يا حمار؟ طلع حمار لما شاف 90. أنت بدك أنت تجيب. مع أنا ما قدرت حقي، خلي هو يحقق. طيب منيح، شجعه. بس قال انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومطرح تاني قال لهم يا قليلي الإيمان. المشكلة مش قليل المصاري حتى تكون مهتم، قليل الإيمان حتى تكون مضغوط ومهتم. أحياناً نبرر ضغطنا، وأنا هيدي كانت مشكلتي، وبرر ضغطي لأنه ضغطي عم بعمله بشي منيح لخدمة الرب، وكأنه في شيء بالباك جراوند خلفية التفكير بيقول إنه الأخوة لازم يرتاحوا، الأخوة لازم يكون عندهم يوم راحة، بس since I am serving God، لأني أنا بالخدمة فما عليه إذا ما ارتحت. هذا الشيء مش مزبوط، هذا الشيء مش مزبوط. انظروا لطيور السماء. تعرفوا ما بعرف، أوقات رب يعلمنا من إشياء صغيرة. شو قال هون انظروا لطيور السماء؟ أنت نظرت إلى سكورل الأرض وتعلمت منها درس. لما نقلنا لبيتنا من حوالي 2 سنين ومرق الشتاء، نقلنا بالخريف ومرق الشتاء، تلج تلج داب التلج، وأول ما دفيت شوية طلعت أنا ساعم شرب قهوة صبحية وقاعد هيك عم بتطلع بالمية، بتطلع بالبطاط، عم بتطلع بالسكورل اللي عم يلعبوا، وحس أني قاعد. أوقات وصلت لمرحلة إذا بشرب قهوة بحس لازم يشرب بسرعة، إذا عم باكل لازم أكله بسرعة، إذا قاعد مثلا عم بنبسط بشي شغلي بالضمير عم بيقول لي ليه ما عم تخدم، ليه ما عم تخدم، ليه ما عم بتزور، ليه ما عم تركض. فقاعد هيك ونقزان، وأنت بدي أخلص القهوة وبدي أمشي وبدي، وطلعت السكورة اللي عم تطلع وتنزل عم يلعبوا كانوا اثنين مع بعضهم. طلعت وقلت الرب ما خلقني لكون مكنة حتى بالخدمة، وأنا ما بقولكم إنه صرت أخدم الرب أقل، بخدم الرب، بس كلنا لازم نكون منتبهين، كلنا لازم نكون منتبهين يا أحبة. ما بدنا كل يوم نروح نزور واحد بالمستشفى. يا ريت في وقت ادخل بكل الامور التي يسببها الاجهاد، لكن باختصار انا بالماضي شارككم بعض الامور، خي امشي لكم هيك بجرده سريعه. الاجهاد يؤثر اول شيء على صحتك. كم مره رحت عند الحكيم وقال لك ما بيش شيء ستريس، ارتاح؟ بيأثر على شرايينك، بيأثر على الكوليسترول تبعك، بيأثر على الألزايمر تبعك، بيجيبه بكير، بيأثر على الشيخوخة تبعك. يقولوا فلان مرتاح،
فلان تعبان، اثنين عمرهم مثلا 60 او 50 او 70، هيدا مبين قد بيه لهيدا. ليه؟ لانه هيدا تعب حاله، اجهد حاله، هلك حاله. بتصير تمجد نفسك، انا تعبت مش مثله. طب مين تعبك؟ مين قال لك تتعب؟ مين قال لك ليش تتعب هالقد؟ ربنا استراح من جميع اعماله. لما تقعد بالبيت تفكر حالك مرتاح لانك عم تعمل شغل البيت، انت مش مستريح. لما تقعد بالبيت وعم تدوبش وعم تركض، مش مستريح. لما تقول انا اليوم نهار رحت بدي اروح العب بالبارك، كمان مش مستريح. بعدك عم تتعب، بعدك عم تتعب. للاجهاد في عنصر فكري، في عنصر نفسي، في عنصر عملي، في عنصر جسدي. بتعرف شو انك تستريح؟ يعني تكون تنبل وما تعمل ولا شيء لمده نهار. والا انت عم تقتل حالك. Stress will kill you if you don't kill it. بيأثر على فكرك، بيأثر على نفسيتك، بيأثر على معاملاتك، بيأثر على أخلاقك. لما أنت مرتاح تاخد الصعوبات بطريقة مختلفة. بيأثر على عائلتك، بيأثر على زواجك، بتصير نرفز معصب، تاخد الأمور باحتداد. تأثر على أولادك، بتضل تعيط عليهم. بتأثر على بإيمانك وعلاقتك بالله، بتصير تحس الله إذا أنفير معك، وإذا حدا زعجك من الأخوة شو هالأخوة المتعبين، وكل الأمور هيدي بتأثر على كل شيء فيك. خطية، خطية فظيعة، خطية عظيمة. بتأثر على مواقفك، بتأثر على إنجازك. تعرف لما سيارة بتكون عم تقلع كتير كتير لكن بوحلة، بتكون عم تقلع كتير لكن وقف بمطرحها. أنا بعدني بتذكر كتير منيح، أخ مؤمن كان ميكانيسيان بلبنان، ورحت لعنده غيرت دورياج سيارتي، وكان الجراج صعب شوي، نزل له هيك بنزلي ولازم يطلع خليفاني. يومتها كان في شوية زيت على النزلة، فعم بيطلع السيارة خليفاني، صار يقلع وتبرم تبرم على الفاضي، تبرم على الفاضي، عصب قلع زيدي، فرط الدبرياج. رجع نزله قال لي تعب، بكره رجع خده نغير لك اياه مرة تانية، لأنه برم 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 بأرضه الدبرياج. بتفقد البهجة بحياتك، بتفقد السلام بحياتك، بتفقد الفرح بحياتك. لو تكون تعبان وغضبان، بتبطل قادر تغفر، بتبطل قادر تسامح، بتبطل قادر تنبسط بالأمور يلي موجودة من حولك. بصير عندك مشاكل بمعتك. هيدي صارت معي اعترافات أغسطينوس، اليوم اعترافات ياسمينوس. بعترف لكم حتى ما تفكروا أنه بحكي عنكم، بعانوا بحكيكم. الواعظ بيوعظ نفسه بالأول. ثلاث ارباع الأكل صار يزعجني، وقت باكل شغله صغيره بتطلع كاني اكل خروف محشي. رحت فحصت كل شيء، فحوصات ما في شيء. ستريس، دوخه بالراس، وجع بالرقبه، وجع بالتشنج، بوع بالليل اخذ ادفيل، وجع رقبتي قوي كثير. غلط غلط. حكيم سنين قال لي سنينك كتير واطين على النيرة، بتكز على سنينك، بوع الصبح نيعي من هون مشنج كل الليل، عم صر بكاء وصرير الأسنان، مش بس بجهنم، بالليل واض مش بسبب الخطية، بسبب الليل. إلى آخره. في أمور كمان بتأثر فيهم مش لزوم نحكي عنها من هون، ليحة طويلة كتير. أنا طلعت تقول هلأ عم بفهم شو عم بصير معي. كسرت أول مبدأ قاله الله في التكوين، ما عم بستريح من جميع أعمالي. كيف يمكننا أن نتخلص من الاسترس؟ الجواب هو نتخلص من ستريسرز. كيف نتخلص من الإجهاد؟ هو نتخلص مما يجهدنا. بدك ترجع تحط آر، تحط خليفاني وترجع خليفاني. دايما شبه مثل واحد مثلا بده يروح من هون لتورونتو، بيعرف 6 ساعات بده يوصل، عم بالغلط اخذ 15 نورث، ما انتبه. عم بعد ساعة، ساعة ونص، ساعتين اكتشف انه هو مغلبط بالطريق ساعة ونص، ساعتين. مجرد ما اكتشف انه غلبط الطريق ساعتين معناتها صار على طريق تورونتو؟ لا. الساعة ساعة، ساعة ونص ساعة بالطريق الغلط، بده يرجع ساعة ونص بالطريق الغلط ليرجع يبلش من جديد بالطريق الصح. ما
ما فيك تتخلص من نتائج إذا ما تخلصت من الأسباب. ما فيك تتخلص من مشكلة شجرة ثمارة عاطلة بأنك تقطع أغصانها إذا ما قطعتها يا من شروشة يا ما تطعمها لتغير طبيعتها. بيقول بكورنثوس الثاني 4:7 ولكن لنا هذا الكنز في أوان حديدية. شو؟ عجل؟ شو عم بيقول فازن؟ لنا هذا الكنز اللي هو الرب والنعمة والخلاص في أوان شو؟ خزفية، ليكون فضل القوة لله لا منا. إذا تفكر يمكن أنا أجهدني الخدمة وقت الأوقات، يمكن أنت عم يجهدك الركض بالحياة لتعمل مستقبل. بدي لك شيء، إذا الرب ما بارك خدمتي مش أنا اللي بغير الخدمة، وإذا الرب ما بارك عملك مش أنت اللي رح بتحصل ثروة. قال ما تركض ورا الثروة لأنه مثل الطير بتركب جناح وبتطير، أنت راكض وعم بتطير قدامك. الله هو اللي بيعطي النعمة. عم تركض تأمل المستقبل للأولاد، صلي للأولاد واعطيهم محبة ورعاهم والعاب انت وياهم وارتاح وريح. تعرفوا خطية الإجهاد خطية باثنين، أول شيء خطية تجاه الذات قبل ما تكون تجاه الله وتجاه اللي من حوله، لأنه لما أنت تعبان متعب اللي من حولك، لما أنت معصب معصب اللي من حولك، لما أنت متوتر بتوتر الناس من حولك. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية، عم بذكرنا أن احنا فراجايل، عم بذكرنا أن احنا منطق ومننوقع ومننكسر. وما الفضل القوة لمين؟ قولوا لله، لله لا منا. واحدة من مشاكل الاسترس أحبائي وأنه نتعود عليها، نتعود عليها. في كتير أمور بندركها أنه هي بتعملنا إجهاد، في كتير أمور حلوة أو صح، الركض، الشغل، الخدمة، بس هي كمان لازم ننتبه لها. في كتير أمور غلط، في كتير أمور ما بننتبه لها، ما ننتبه لها. شخص راح اشتغل بمعمل فيها هدير كتير، فيها هدير كتير، كان ينزعج بعدين تعود عليهم، ولا تعودت على المكنات والهدير، هل معنى تبطل تأثر عليه؟ بل عم تأثر عليه، سويش منتبه. واحد ربي بيت فيه صريخ 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 زعيق زعيق زعيق، الكل بيحكي بصوت عالي، تعود كل عمره هيك، بس يروح بعدين بتطلع بقول إيه ديني عم بطنه، صحيح تعود. لما تتعود على أمر غلط مش معناتها صار الغلط بطل يأثر عليك. لما تعود على أمور مزعجة مش معناتها الأمور المزعجة ما بقى تأثر عليك. وما فيك تقرر إنه ما بدي خليها تأثر علي. في أمور فيك تقرر ما تخليها تأثر عليك، مثلاً peer pressure، فيك تأثر تقول العالم عم يتهدوك، فيك تقرر ما بدي رد عليهم، بدي انفصل عنهم. في أمور ما فيك تقرر ما تخليها تأثر عليك، بدها تأثر عليك. إذا أنت حطيت 3 ملاعق المرة بالشاي بالليموناضة بالما بعرف شو وتشرب، وقررت إنه بدك السكر يأثر عليك أو قررت ما بدك السكر يأثر عليك، شو له معنى قرارك؟ ما له أي معنى. القرار الوحيد هو إنك توقف السكر حتى ما يأثر عليك. نعيش حياة فيها إرهاق وإرهاق مستمر، إرهاق مستفحل. حتى الأمر مش بس نفسيا وروحيا، حتى عمليا فيزيائيا. في بعض الأخوة بيناتنا دكاترة بيفهموا الشيء كتير منيح. الجسم معمول بطريقة ليفرز إفرازات معينة لتساعدك تتأهب لظرف معين. واحدة من الأدرينالين، أدرينالين نوع من الهرمون اللي بيفرزه الجسم، الجلانز تبعك بتفرزه لما أنت بتواجه مشكلة. مثلاً لا حدا نقول له طلع البيانو نط، نصنا ما بنط شو بس شغلة، بس خليه يجي داعش هيك حامل سيف راكد وراك، ايه بتنط من طبق تاني مثل الشاطر. هيدا الهرمون اللي بيطلع من الجسم، بصير الجسم يضخ الدم، بصير يضخ هاي الأدرينالين حتى الإنسان يصير مستعد يواجه الظرف. مع أي excitement، مع أي stress، مع أي تحدي، الجسم بضخ خودي. وهيدا معمول بالجسم حتى يضخ، بسموه fight or flight، يعني دافع هاجم أو هروب. دغري بتقرر الظرف لازم أهرب أو لازم واجه، تلاقي حالك متحمس. هلأ قلك تعمل مشكل معي، ما فيك تعمل مشكل معي. ليه؟ لأنك أنت رايق. لو بك تعمل مشكل معك بتطلع بايخ، خليني أوعظ بعد ساعة بتعمل مشكل معي بكل سهولة. ليه؟ لأن في شيء فيك تأثر ضخ هيك شيء، بطلت مبسوط، بطلت راضي. هيدا معمول حتى كل يوم الإنسان بوقت معين ينام ويرتاح ويروق، لحتى ترجع هالجلانز هاي، ترجع هالإفرازات هاي، ترجع الجسم هيدا ضغط الدم والشرايين كله يرجع ينزل ويروق وتنام سبات.
حتى تاني نهار تتهيأ، معمول حتى كل 6 أيام أو 5 أيام يكون في نهار راحة. بالشغل بيعطوك ربع ساعة فرصة على 10 على 10:30، نص ساعة لا تشرب قهوة. أنت شو بتعمل فيها؟ بتقعد بتدق إيميلات وتحكي مع مرتك، تحكي مع جوزك، بدك تعمل لك شغلة، تعمل لك إيميلين للخدمة. شراب قهوة وخد غطة. بيجي وقت الغداء، هلا وقت الغداء خليني اركض اعمل التحويج، اذا تاخرت شوي بقول له حدا يتكس لي الكارت، بركض عند ابني اسمه اعمل تحويجي. وقت الغداء كل وارتاح وتلقح وتشطح. بيجي عشيه بنيجي على البيت، ما نلحق 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 على 100 شغله، وبالاخر انا ما بحق لي العب، بدي ارتاح. انت لما بتلعب ما بترتاح، بتوتروا اعصابك زياده. عم بحكي عن الناس بحبوا اللعب، تقعد عم تلعب مبسوط، بتخلص الجيم زعلان، خاص اذا خسرت يا ويل الخساره شو بشعه، مش حلوه الخساره. فبتنام الساعة 10، بتنام 11، بتنام 12، بتنام 1، بعدين بدك تقوم الساعة 5، تقوم الساعة 6. بعدين وقت بدك ترتاح امتى؟ بيجي نهار جمعة درس الكتاب، بدنا نرتاح يا قسيس، مش انت واصلنا عن الراحة؟ بيجي وقت درس الكتاب، وقت الاجتماع، بدنا نرتاح يا قسيس. حبيبي اعطي ما لقيصر لقيصر، بل اعطي ايضا ما لله لله. حياتك معجوقة ومخفوقة، وقت الشغل بدك تعمل شوبينج، وقت الراحة بدك تشتغل، وقت الاجتماع بدك تنام، إلى آخره. مشان هيك نوصل لمرحلة منحس حالنا ما بقى فينا. لما نقول راحة، والله ارتاح، الله ارتاح من جميع أعماله، مش بعض أعماله، مش معظم أعماله، مش سلم أعماله بالواسطة أو بالوكالة. في بعض اليهود الأرثوذكس اللي هن متمسكين، يلي هن متمسكين كتير كتير، النهار السبت ما بيعملوا ولا شيء، بس بيجيبوا واحد جنتايل لعندهم يضويلهم الضوء، يطفيلهم الضوء، يولعلهم الفرن ويطفيلهم الفرن لحتى هن ما يعملوها. بس بخروج 31:12 و13 بيقول له ما بتشتغل بنهار السبت ولا بتعمل أي عمل، لا أنت ولا مرتك ولا أولادك ولا الغريب ولا التور ولا الحمار اللي عندك. لك حتى الحمار ريحه سيارتها، ريحها شوي، إذا تضل تشغلها بيطلع حرارتها. سيارتها جديدة، وأطلع سيارة موديلها 2010-2012 ماشي 400-500، خلص يعني خدمت عسكريتها، بعد مبين جديد بس خدمت عسكريتها، كل شيء جوا فرط. حتى لازم تريح، لأن الإنسان التعبان، الإنسان المجهد، الإنسان المضغوط، الإنسان الستريست أوت لا بيرتاح ولا بيريح. ومثل ما هو بيربى بده يربي أولاده، ليك أنا ما بهدى، ليه أنت عم تهدى؟ أنا ليك ما بدي بضل أشتغل، ليه أنت نايم؟ ليك ليه أنت بضل بالمقارنة؟ ولما بيجي على الكنيسة نفس الشيء، ليه أنا بضل أخدم غيري من بيخدم؟ في ستين لطيفين طيبين مؤمنات كان ربي يحبهم ويحب خيهم، وراح لعن على البيت، وحدة قاعدة عند إجري، وحدة عم تطبخ بالمطبخ، مريم ومرتا، مرتا عم تطبخ تطبخ، وبتعرفوا شو يعني ست شرقية عم تطبخ بهديك الأيام اللي عم يطبخوا على الحطب والأمور بدائية، والمسيح كان وين مراح هو 12 رجال وأكيلة من اللي بيعجبوه. شو مفكر بطرس يعني كان يأكل بالشوكة والسكينة؟ وقاعدة عم تطبخ لهم، وبتعرف لما مرة عم تطبخ ومزعوجة من الضيف ومزعوجة من أختك، كيف بتصير تطبخ حرطة وطرطة بالمطبخ، وتروح وتجي وتنفخ وحامل الدجاجة وهي عم تذبحها، بدها إياها تبكبك زيادة حتى يطلع الصوت، بالآخر ما بقى فيها. رأت عند الرب وقالت له ما بهمك، ليكوا المشكلة وين؟ على طول بنروح عند الرب نلومه، ما بهمك أنا عم بشتغل وأختي فاضية وقاعدة ما عم تعمل شيء. اللي بيعرف منكم كمالة القصة بيعرف، اللي ما بيعرف تخيل معي شو المسيح قال له. هي لو أنا موجود ببيت وفيها أختين، ووحدة قاعدة عم تتسمع كل الوقت، ووحدة عم تطبخ كل الوقت، وإجت قالت لي هيك، بالله سلم إيديك يا أختي، عن جد يعطيك العافية، الروايح بتشهي، ما تواخذيني طولت الوعظة شوي، إيه ما عليه هلا بعد شوي بتقوم مريم، طيب قومي مريم ساعدي مرتا، وما عليه يا شباب خلينا نشجع مرتا إلا الأكلات الطيبين. قال لها ما بدي أكل، ومش عايز أكلاتك، ويمكن يومتها ما أكل، وإذا أكل كان بس من باب الذوق. قال لها مش جاي لهون للطعميني، أنت تهتمين وتضطربين
لأمور كثيرة وتلومين لأمور كثيرة، والحاجة إلى واحد أمشي من سما الأرض لا أكل. أختك اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد، وما إلا أنت اخترت نصيب المطبخ، بس هذا مفهوم النتيجة. فأحبائي خلونا ننتبه أنه حتى الخدمة ما بتعود مرضية حين نعملها بتذمر وتأفف ومقارنة وملامة. ما بتعود الأكل طيبة، ما بتعود الجو حلو، إن كان هيدا على صعيد كنيسة أو إن كان هيدا على صعيد بيت أو على أي صعيد. فهالجسم معمول لحتى يتحمس، يركض، يشتغل، يتعب، يجي على البيت ويرتاح، والدورة تنعاد تنعاد وبتقطع. عندك فرصة خدها، ولم تاخد فرصة خد فرصة لتكون فرصة. عشية على البيت حط ليمت للي عم تعمله، نام وارتاح. طلب منك شيء المدير بالشغل، مش كله حاضر سيد لتكون بركة، لتكون بركة وتضل بركة، تقول له هذا مش مطلوب مني ما في أعمل، ويشحطك. بتلاقي غيره، الرب رتب له غيره، أنت مش عبد للشغل ولسيد الشغل، أنت عبد للمسيح. ما تخلي شيء يستعبدك في الدنيا، نحن نستعمل العالم ونشتغل ونشتغل بأمانة، لكن بالآخر في عنا رب نخدمه، في عنا عائلة وعنا حياة وعنا خدمة. أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أعطي كل حدا في هذه الحياة حقه. لكن أحبائي لما هودي الجلانس تبعنا بيفرزوا بيفرزوا بيفرزوا، والإفرازات هاي بتخلينا نركض وما منريحها ومنرتاح شوي، واللي بعدها لنفس الشيء واللي بعدها نفس الشيء، وبيجرب عم يرتاح هالجسم بترجع بتهيجه، بجرب إنه يرتاح بترجع بتهيجه. أنت غصب عنك بدك توصل للانهيار، عجبك أو لم يعجبك، عجبك أو لم يعجبك سوف تصل إلى الانهيار. هانس سيلي هو بيعتبر جراند فادر، جد الريسيرشرز بموضوع الضغط، وصل لهذه النتيجة. تتعب، بيطلع الجسم بينزل، إذا ما نزلته الجسم بدل ما يرجع لا سكوير ون لا يرجع يرتاح نهائيا، يرجع يبلش من جديد. طلعته من هون لهون، بدل ما تنزل لهون نزلته لهون، رجعت طلعته من هون لهون، بدل ما ينزل لتحت نزلته لهون، بعدين بيوصل لفوق وما بعود ينزل، وبيوصل لخلل فظيع في حياتك على كل المستويات. يبدأ من الجسد، والجسد يرتبط بالنفس ويرتبط بالفكر ويرتبط بالروح. وفي مثل بيقول العقل السليم بشغله معي بالجسم السليم، وهذا صح. العقل السليم بالجسم السليم والروح السليمة في الجسم السليم، لأن نحن روح وعقل نفس وجسد، يضطرب عنصر فتضطرب العناصر الأخرى معه. لأنه الوقت دهمنا اليوم رح وقف هون وكمل المرة الجاية بالحلول اللي هي أهم. هناك حلول، بس باختصار بدي أقولكم ارتاحوا. اذكر يوم السبت، مش نهار السبت يعني ساتردي، نهار السبت معناتها يوم سبات، السبات بالعربي النوم الراحة الراحة. ساعتها يو ري انرجايز، ترجع تولد طاقة من جديد، ترتاح، ترجع نشاط، ترجع تبلش من جديد. لأنه الرب مين بيعرف كم سنة بعد بده يعطيك، بدل ما تقضيهم بقلق بحزن بمرض بتعب، مضيهم مرتاح وعم تثمر وعم تنتج وفرحان وعم تشكر الرب. فرق كبير بين الاثنين، بين إنسان مضطرب المجهد وبين إنسان اللي عم يتمتع بفرح وسلام المسيح. دعونا نصلي. الله استراح من جميع عمله الذي عمل، فرغ من العمل، سكر الباب وقعد. شو عاد يعمل لما استراح؟ أول شيء ما عاد خلق شيء. بيدك النهار هو عم يستريح ما خلق شيء. اثنين، بعت إذا كان عم يتفرج على الخليقة ومبسوط فيها. تتعب لتجيب بيت، ما عندك وقت تتمتع بالبيت. تتعب لتعمل بيسين بالجنينة، ما عندك وقت تغطس بالبيسين. تتعب لتتجوز، ما عندك وقت تقعد مع المرة. تتعب لتخلف، ما عم بتشوف ولادك عم يربوا لحالهم. غلط. أنا بظن الرب استراح، قعد يتفرج فرحان لما استراح من عمله، نظر وقال ورأى أن كل ما صنعه
إنما هو حسن جدا، إيه لو ما تفرج عليه وانبسط فيه يعني. رأى الله، رأى، شاف اللي عمله حلو كتير، قعد ينبسط فيه وخطط لستيج نمبر 2 بمخطط الفداء إلى الإنسان. هل نعمل هذا الأمر؟ ليه عم بوعظة بوعظة؟ لأنه أنا الرب كلمني تجي حياة شخصية، وتاني شيء لأني بحبكم، لأني بحبكم وعم زوركم ببيوتكم، بتطلع بشوف الأمر مش صح، راكدين وراء الحياة وكيسنا السماوي فاضي، عم نكنز بالأرض وما عندنا وقت للخدمة. اخر شيء بدي اقوله، بتعرفوا هذا الولد يلي كرسناه اليوم، جايدن حفيدي الصغير، لحد هلا كل ما بقول حفيدي ما بصدق. امبارح امه كانت عائدة قده، امبارح مرق 27 سنة، الحياة قصيرة، ربنا ما يعطيك عطايا افرح فيها. تعرف في ناس مشكلتهم، مؤمنين مشكلتهم ما عندهم نجاح، ما عندهم طموح، ما عندهم خدمة، هذا الخطر الثاني النقيض. بس في ناس الرب عطيهم اشياء وما عم يتمتعوا فيها. بتيموثاوس بيقول، تيموثاوس الاولى اصحاح 6، الله اعطانا كل شيء بغنى لشو؟ مش للتصميد، للتمتع، تمتع فيها. بس تمتع ضمن إرادة الله، نحن ما بنحكي عن المتعة الفاجرة، لا. أعطاك كل شيء بغنى، من شان شو؟ طلع تلاقي إن شكر رب عندي كتير بركات، عم تستفيد منها؟ مش بس أنت بك ترتاح، كمان ولادك ومرتك وعبدك وتورك وحمارك، كل شيء، خلي يصير فيه رواء. لما قال الرب دخول لمخدعك غلق بابك، صلي في الخفاء، المطرح مسكر مخفي، ادي صار لك مقعد بينك وبين الرب على الرواق تتأمل بينك وبينه، حتى صلاتك بتعملها ركد، تاكل سندويشتك ركد، تلعب لعبتك ركد. إلهي وصلي أنك أنت تبارك كل واحد منا وتعلمنا كيف نستريح ليس منك ولكن نستريح معك وفيك يا رب. في بعض المؤمنين لو ياخذوا بريك، ياخذوا فاكيشن، بروح كأنه بالفاكيشن بياخذ فاكيشن من الله كمان، بروح وما بعرف كيف بيقضوا الفاكيشن. قل له يا رب لما بياخذ فاكيشن خليها تكون فاكيشن معك. سلاما مش اضطرابا يا حبايب يا أخوة، مش اضطرابا، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. قل له متعني يا رب سلامك. إلهي بارك من فضلك هذه الكنيسة، بارك عيالنا، بارك أولادنا، بارك صحتنا، اشفي كل واحد يشكو من أي ضغط، من أي مرض، من أي حالة. أرجوك يا رب تخلصنا من هذه الآفة، هذا المرض، هذه الحالة الصعبة، حالة الركد، عدم الراحة، عدم السلام. ما عندنا وقت لإلك، ما عندنا وقت للشركة، سمحنا يا رب. إذا أنت استرحت كم نحن نحتاج إلى الراحة. نشكرك لأجل كلمتك ولأجل كل ما حصل في هذا الاجتماع باسم المسيح، آمين.